استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم السيد أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة مشاركته في منتدى حوار المنامة. وخلال اللقاء استعرض جلالة الملك المفدى مع نائب وزير الخارجية الأمريكي مسار العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور على كافة الأصعدة، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدين وشعبهما الصديقين. كما نوه العاهل المفدى بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للجهود الدولية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكية عن شكره وتقديره لجلالة العاهل المفدى على استضافة مملكة البحرين لهذا المنتدى الهام والذي يتناول مختلف القضايا الأمنية والسياسية ذات الاهتمام الإقليمي والدولي، مشيدا بعلاقات التعاون الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا التزام وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع مملكة البحرين.